على جثتي. البرنامج هيتذاع في ميعاده، يعني هيتذاع في ميعاده. يا هانم انا ما قلتش حاجه، بس سعادتك احنا بندور عليه من امبارح ومش عارفين هو فين. هيظهر يا انور، هو عارف مصلحته كويس قوي ومش هيعرف يستهبل زي زمان. تمام سعادتك تمام. عموما انا في طريقي دلوقتي لصاله البلياردو اللي بيروحها دايما في معادي، جايز يبقى هناك. معادي؟ معادي ايه هاني؟ ما احنا في القطاميه. قطاميه؟ البيه لسه داخل قدامي فيلا كبيره على الطريق. الله يخرب بيتك، شكله رايح للحلواجي. ما تقلقش مش هتعرف حاجه. مش هتعرف بس ازاي معالي الباشا وهي ردت بنفسها على سعادتك؟ ما انا قفلت السكه في وشها وانت بتقول انها ما لحقتش تشوف الرقم. ايوه بس سمعت صوت سعادتك. لا مش هتفتكره، اخر مره في ريال سمعت صوتي من سنتين وزياده، بعدين مش هيجي في دماغها اني لسه بفكر فيها. جايز بس بعد ما خلصت معايا حسيت كده نظرتها. احنا لسه هنقعد نفسر نظراتها ونحلل اللي جواها؟ ما تنجز يا انور وخش في المهم. هو في اهم من الكارثه اللي حصلت امبارح؟ ايوه يعني ناوي على ايه؟ ده الواد امبارح نجم البنت الصحفيه على القناه بتاعتها وكان ناقص يحبوا بعض قدام الناس، بعد كل ده ولسه مصر على في دماغها؟ لا ما هو دماغها حدفت على زغلول تاني خالص. نعم زغلول تاني؟ ويطلع مين الزغلول ده؟ هايل يا هيثم، هي دي وهيبه اللي في خيالي بالملي. خيالك مين يا استاذ؟ وهيبه دي اتولدت من خيالاني. ولا تزعل نفسك، اتولدت من خيالنا كلنا. لا بس بجد تسكين رائع، جمال وانوثه وكاريزما، وعلى فكره عينيك حلوه قوي. قصدي يعني بتمعبره زي عيون وهيبه. يا نهار ابوك اسود، انت هتطفص على دي كمان؟ ميرسي يا استاذ، ربنا يخليك، الكلام ده كبير عليا قوي. ولا كبير عليكي ولا حاجه. تصدقي يا مريم انا اول ما شفت الفيديو بتاعك قلت فين الموهبه دي من زمان؟ انت فين يا بنتي؟ والله يا استاذ الفيديو ده انا عملته بالصدفه اصلا، كنت بساهم في حاجه للخير مش اكتر، ما كنتش اعرف بقى ان الخير ده هيحقق لي حلم حياتي. طب وبعدين اعمل ايه انا بقى يا ربي في الغرقه دي؟ البنت طايره من الفرحه وانا مش هينفع اشرح وافضح. هندسه لو سمحت. ايه اسف. الانتاج بس بيسال على التراكات بتاعت الاوردر اللي فات. يا حبيبي قول لهم هتبقى اجازه بكره ان شاء الله. بكره يا هندسه مش هينفع. لا بكره وخلاص بقى اشرف على الله. يا عامل ايه دلوقتي؟ قلت لك جاهزه بكره. خلاص تمام. العادي بقى. تمام يا هندسه. يا حبيبي. طب انا بقول يعني ناجل مشهد النهارده لبكره، تكون اذا قرت زين وكون رجعت اللهجه معايا عشان ما يحصلش اي حاجه ولا ايه يا استاذ مهندس؟ انت راجع مين؟ ما حصلش اسمع المقاطعه والله يا استاذ مهندس لو سمحت. خير يا باشمهندس؟ عايزك خير بس. طيب بعد اذنكم. خير خير ايه؟ انت يجي من وشك خير. طب معلش عن اذنكم انا كمان هروح بقى اجهز عشان المشهد اللي جاي. اتفضلي اتفضلي. ويلكم. ها ايه رايك؟ تقول لي بقى لا عزه ولا وزه؟ تعجبني يا هيثوم بس لسه عندك مشكله. مشكله؟ وهتكون بتجامل البنت وانت مش مقتنع بيها. يا ابني مقتنع بيها 100%، بس المشكله عند الهانم الكبيره. هانم مين والناس نايمين؟ انت فاكر ان استاذه فريال ممكن تتدخل في ترشيح انا بعمله؟ ما دي بالذات هتتدخل. يا ابني فريال مش طايقه البنت الصحفيه اللي علمت عليها، ولو عرفت ان البنت دي من طرفها عمرها ما هتشغلها. شغل مخك يا هيثم. طرف مين يا نجم؟ اذا كان الصحفيه دي نفسها تبقى بنت مهندس الصوت بتاعنا. شاديه الفلاني بنت مهندس الصوت بتاع المسلسل بتاعنا. ويلكم. انت ما تعرفش ان اسمه عبد الله الفلاني؟ وانا اعرف منين يا هيثم؟ انت عارف لو فريال تعرف ان الاسم ده في المسلسل عمرها ما كانت شغلته. وانت فاكر ان منتصر هيجرؤ يشغل حد في المسلسل من غير ما يكون مدي تقرير كامل عنه الاستاذه فريال؟ ما دام وافقت على ابوها يبقى اكيد هتوافق على صاحبتها.